الثالثة والراجل الشيباني محو الأمية. والله يرحم الوالدين اللي عنده شيبانيلي يسكتوا شوية. سير بابا سير. تعال المهدي تعال بغينك إن شاء الله تقرأ وتخرج كوميسير تدينا الحبس تهنينا من هالدورة. راسوك الزروات. تعال هنا. رباه وراه دروك ينوضي قمطك. زيد هنا زيد شوية لقدام قالك زيد لقدام. نوض نوض. الله يرضي عليكم شوية السكوت شوية الاحترام راني معلم الله يرضي عليكم كرمات راه معلم هذا كيدوي الحنة كرمات جمع رجلك مزيان تبارك الله راه قيس ماذا راه تقري دري في هذا الوقت راه باز لي انا كنقري في الشياب والشارفات باز لي امك اجمع فمك ما تقولش لي الشارفة بركي هنا يلاه قلنا بسم الله بركي على الجمال كي زربت يا بالله انا راك صغيرة وطويلة ومقدرة وعيني كبار عيطوا لي بالدوار عيني الحمارة تعالي بركي صافي غادي تقولي عيني الحمامة يا بركي يا بركي الله يرضي عليكم السكاتة وكل يحط الأدوات ديالو قدامه النقي ما نبغيش الماكلة في القيس ما نبغيهاش وراه الليل ديتو الحاج أحمد والله إلا حشومة واه جابت لينا صاحبي السرسي في المدرسة راه عيب شتا مالك ديما هذاك كيجبد هذاك الزلاط كيقلبني تعال محمد تعال ريم شو ما عليك تقلب لي التلامي البارح جبدها تقلبت مشيت للبيسري عطاني واحدة 20 درهم رديت له صرف ديال 4000 ريال تعال شو ما عليك واه صاحبي تقلب لي التلامي ديالي حين تدلعن فوق الطابله هو مالك خميس مديونه اللي سمع سميتو يقول حاضر كله الادوات ديالو راه باز انا نقري فيكم راه عندي الاجر شو اش قريتكم هاد السيمانة على المعلم؟ اييه اش قلت لكم؟ قم للمعلم وفيه قم للمعلم وفيه وفيه الله يعلم قريت لكم هاد السيمانة قم للمعلم وفيه وفيه ما عرفتش تبعيته وقم للمعلم وفيه التبجيلة قم للمعلم وفي تفجيلة الله يرضي عليك الحاج جلالي كاد المعلم أن يكون طموبيلة تعال ريم طموبيلة ماشي رسولة راه راكب عليه الكرا والضو والماء والمرا جبدو الدراري يجبدو قولوا باز لي أنا اللي كنقري فيكم أنا مسكين كنت كنقري شوف في بيران زران بيران زران من بيران زران لحوني البير طمطم بير طمطم وأنا اليوم كنقري في بير جديد وبغي نسولك أشنو؟ أنت معلم ولا دلو؟ تعال ريم شمي لحوبك على البيان تعال ريح الحاج وصابر انا باص ليا معاكم والله انا شاد لكم الخاطر انا قد ولدكم كنقري فيكم واش غتقراو ليا اللي سمع سميتو يقول حاضر حاج العربي حاضر الله يرضي عليك ريح بسم الله الله يوافقنا للخير صافي حاج الكبير حاضر اجي يكبر الكراسك بارك الله فيك بسم الله دي الدعوه مقدم المهدي حاضر لمن غتقرا؟ الراشي غتقراو ليا انا اجي دخلناك بالله الا عاوني الله اجي اجي بسم الله دخلناك بالله ما حشمتيش واش باغي تسطيني؟ مالي؟ إيه قلت لك ما باقيش تجيب معاك جباد راه كاينه قريق حدا القيس برك الله برك صافي يا ريه صافي حاجة عائشة انا شناهي انا؟ اقول واش بغيتي نقول؟ شناهي انا؟ علاش كنقراو فيكم؟ علاش سماو محاربة الأمية؟ كنحاربوا الأمية الجهل نحيدو الجهل الجهل ديال الجهل الجهل ما يبقاش زعما الأمية تحيدو بالفصحى بالعربية الفصحى ما نقولش هانا شناهي هانا قولها بالعربية بالعربية هانتون سيري بركي بغيت لك قرداتون نيفكي ميقلاماتون بغيت لك سخاناتون صافي وجهك حمارات صافي ما بقى وعدك حنا كي جملة صافي شكون شكون انا شكون انا حاجة حادة ايه اشنو انا نخرج ونجي ها اشنو نقص الحيط ونجي نقص الحيط ناقص قردة اشنو قراية دابا راه قسمة رانا مكزورة من ظهري فين تخرجي باغا نفوكج بركي الارض راه دروك نفوكج لك فوق الكرسي بركي الارض كمالت عشرات المرات قلتيها لي اليوم نجيب معايا فان بركي الارض
او من صلاح تنقابلني باغا نفوج مالك رانا واكل الخبيزه وشارب اللبن معطي حريرش الله يرضي عليك مسح السبوره مسح بسم الله رايح لينا الارض وسكت شويه سكت اي الله انت كيميكا تاع النفحه مسح السبوره مسح بسم الله مسح السبوره الله يرضي عليكم من قيل ما نبغيش ورا امتحان اليوم ونبغيكم تحمروا لي وجهي وعارفين شكون اللي جاي شكون اللي جاي الحاج معطي اليوم جاي المدير والمتفش المفتيش كنقولك ديما مفتيش شوف الصبوره شريتي الادوات شريتو ماشي الله يرضي عليك هادشي باش كتعجبني الاجتهاد والقرايه ما كبيرش بزاف الحمد لله وانا عارف صغير شحال تكون في امرك ما كبيرش اسيدي بزاف انا الله اعلم حالي ما تلحق قري البغال ديال عبقاده صافي عام دخلت فرنسا للمغرب انا راجل وانت راجل اللي خليتي فرنسا دخلت الله يمصفك وجهك قنية شريتي الادوات شريتي مش شريتي غلاف ازرق مزيان الله يرضي عليك ايوا وشريت ثاني غلاف ازرق اه وعاد شريت غلاف ازرق ايوا وانا نقطع شانطي ايه وانا نشري غلاف ازرق ريح الله يرحم باك ريح ريح غتصيفطني حتى لبويا عمارة السيمان الهاشمي هادي راش شريتي الادوات شريت نعمس الله يرضي عليك شو التلاميذ اللي باغيين يقراو باينين شو الوقفه كي دايره شو الاجتهاد شو تبارك الله شو الوقفه كي دايره المجتهد باين من الوقفه شو تبارك الله شريتي الادوات شريتو مش شريتي طماريش اه ومي القمه اه مي القمه وتمساحه تعرف تمساحه مالك موكلي بغيت ربي يمسحك من الارض وتي قومه صافي وتي شكاره صافي وتي بركه صافي ماده التاريخ الله يرضي عليكم استاذ شكون ما نبغيش شكون محمد اشنو مالك اجي نقول لك اشنو تعيط لي انا اجي يا صاحبي اجي شنو واش انا كانيش اجي نقول لك اجي اشنو ها بيني وبي اشنو الحاجه حاده مالها دير المسمن في التلاوه واش شغلك فيها سيدي هذيك التلاوه تدير فيها حتى المغرير راه تعمر ليها بالزبده وهي عمرت ليها بالزبده تمحي ليها الكتبه ما شغلكش فيها ديرها بتلاوتك تلاوتي نقرا فيها الراجل ما نعطيها لشي واحد يدير فيها الوسخ لا قرا فيها الراجل ايوا صافي مادة التاريخ يا فاطمة اشنو ثاني اشنو عباد الله فاطمة شكون واحد شوية تاع الكحول نخرجوا من القسم اه اولي تشغل العيال دخل لي شنو هادشي هاد برك رياض العراقات شنو عيني مالي انا طبيب ومقرشطة مالي انا رانا مشيت الحمام قبيلة الله يبارك لي عاودي لي مالك ما كاين باس شتك مضيومة برك برك حدا واحد وحدا قد الكاتكا اه ملي وليدي تهز طابك يخرج طار تاع الجبل الله طيب ملي تهز طابك تخرج بركاسه تاع الجبل ملي تجمع الوقفه وتم غاديه يخرج كاميو تاع البلد تعالي برك تي شغلك مالك شغلك مالك الا تبركي ودي العكريز بركي الله بركي قريزي جافيل ولا بركي الله ثاني كروا صافي بركي هذه مرأة مادة التاريخ بالقاسم هذه رجل من قتل ابن بطوطة سيدي محمد شرقي سير ريح سير الله يمصفك برك سيدي محمد شرقي قتلو كتخنزر فيا قاتلو انا برك الله سيدي محمد شرقي قاتلو انا دبر راسو العربي هادي راسو من قتل ابن بطوطة الذي قتل الله يرضي عليك شكون اقول سي قدري مات ابن بطوطة الذي قتل سيد ابن بطوطة هو السيد ابن بطوطة سير برك برك الله يمصرك
متجبد كلاستيك قلنا هو اللي غادي يجاوب. حاجة فاطمة. أنا. من قتل ابن بطوطة؟ الذي قتل. ما تشوفيش فيا أنا، شوفي في السبورة. سيدي ما جاياني، هاي 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 أنا اللي باغا تقرا. هاي تبارك الله. مالي؟ شتك دايرة بك يا كازا في جيبك؟ ورانا فقيرة. ها؟ فقيرة. وباكية كازا مالها؟ ورانا وراجلي كان كمي وربعة بالنهار. كارين عبيت نجيروه من سيمانة لسيمانة بحال نشويه في الكوان. شوفي شوفي في الصبورة، من قتل ابن بطوطة؟ الذي قتل السيد بانو بلوطة. هو السيد بانو طيوطة. بركي. بانو طيوطة. بانو كاتكات. بانو كاتكات. بانو إيركات. صافي. محمد. حاضر. من قتل ابن بطوطة؟ العصب. سير هيا. حجة الهاشمية. حاضر. تمسح السبورة نوض. شرب ميها. هاو نجاوب على السؤال. يا شربي. شربي. أنا راه دايركم بحال والدية. باش تقراو شتيتي دابا في عمرك 70 عام. ولا قريتي غتقراي لي أنا. لا غنقرا وعطيتك بعهد الله. وقريتها عامين. أنا. تنخرج طبيب. ثاني. تخرجي طوب. راهم اللي ما قاريش راهم الدرية تقراو تبارك الله. راه. ما تبكيش تاني ما تبكيش. أنا اللي حاسب. ما تبكيش صافي. ما تبكيش ما تبكيش. بنت حمد كانت عندنا في الدوار. أه. عدور. ودات أختها لدار بيضاء وهي تخدم. قرات. وقرات وخدمتها راه تبارك الله. خدامة تشد الفلوس كالريش. خدمات شتي باش بالقراية الحمد لله راه خدامة فلوس شريكة؟ لا شريك محمد الخامس كتدي طرحة وتجيبو طرحة 10,000. بركي انتي شغلك وكرة تبيع بالكيس في الحمام ولا الأشياء الكبير. هذه راسي. وقف. بسم الله. مادك أشياء. حيوان يعيش في البر ثم البحر. الحيوان الذي يعيش في البر ثم البحر. في البر ثم البحر. ثم البحر. هو ذاك. شكون هو؟ هو ذاك الحيوان. أين حيوان؟ اللي يعيش في البر. في البر والبحر. حيوان يعيش في البر ثم البحر. حيوان الذي يعيش في البر ثم البحر. دابا البري هي الاولى هاكا نسبوها البحري وتكون هي الثانيه كاع في البر ثم البحر. حيوان الذي يعيش في البر ثم البحر هو هذاك. اين هو هذاك الحيوان؟ بارك الله فيك. بارك مقصحك بوجه. الزهره. حاضره. حيوان يعيش في البر والبحر. حمار البحر. سيري بركي كاين شي حمار ديال البحر. حجة زبيدة. أنا. حيوان يعيش في البر والبحر. القطار. بركي بغيتو يقمطك يكون تابن قرير. في المجتهد. في المحمد. حاضر. حيوان يعيش في البر والبحر. الكسالة ديال الحمام. ولا الكسالة حيوان. حيوان كتدخل تسرع العيالات لداخل وتخرج شربة في الكونتوار البراد ديالها تاعي في البري ثم البحري. وحيوان ما عندوش الهيكل العظمي ما عندوش العظام. الكبتة حيوان. كانت حيوان ودخلوا خوتك للطاحونة. وحيوان ما عندوش السنان. جدة. عندي لها فم ديال سلوكي. اجي عندي هنا اجي محمد. واحد الحيوان معروف وموصوف بالصبر. حيوان صبور. طالت معاه شوف كراج علالون. ولا طالت معاه شو حيوان؟ واش هذا اللي طلع في الكار في السلوم ديال الحديد وهز موطور وقنطار ديال القمح والعافيه في السماء والعافيه في الارض والعرق كينزل وملي يهبط تعطيه 10 دراهم يقول الله يخلف. ماشي حيوان صبور كان بون.